بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري. البداية مع الاستثمار الصناعي، واستكمالا لبرنامج الدعم وتوسيع قاعدة الاستثمار ببرج بوعريريج، انطلقت أشغال تهيئة مناطق النشاطات بهدف دفع التنمية المحلية واستحداث مناصب شغل للشباب. الأخضر كعوان. تهيئة واسعة تشهدها المنطقة الصناعية المستحدثة مشط فاطمة ببلدية الحمادية، والتي تتربع على مساحة 382 هكتارا، والتي سجلت بها أكثر من 212 مشروعا استثماريا. موازاة مع عملية التهيئة، المستثمرين تم منحهم كل التراخيص اللازمة للمباشرة في إنجاز مشاريعهم. كاين 136 تحصلوا على رخص البناء، يعني راهم في طور الإنجاز. كاين حوالي 40 مستثمر آخر سيتحصل على رخص البناء إن شاء الله في غضون الشهر هذا. عملية تدخل في إطار تحسين مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين من خلال إجراءات تحفيزية تمنح لهم. استرجاع أكثر من 113 هكتار، يعني المجموع إجمالا عندنا 153 هكتار سوف نسترجعها في إطار عملية تطهير العقار الصناعي. هل العقارات هذه ستعرض ثانية على مستثمرين؟ لأن الطلبات الحمد لله اليوم تعرف حركية. لتبقى ولاية برج بوعريريج قطبا صناعيا بامتياز باستحداثها أكثر من 10 مناطق نشاطات صغيرة تشجيعا للاستثمار الصناعي. في ملف السكن، استفادت بلدية مدوروش بولاية سوق أهراس من برامج سكنية في مختلف السياق ينتظر تسليمها لمستحقيها مع نهاية السنة الجارية. وهبة دنداني. بلدية مدوروش بسوق أهراس من البلديات التي يزداد فيها عدد الطلبات على السكن يوما بعد يوم، أمر تطلب تجسيد مشاريع سكنية تلبي الطلب مثل هذا المشروع السكني الضخم. عندنا 1570 وحدة سكنية في طور الإنجاز، منها 1450 مسندة إلى شركة صينية اللي هي سينو إيدرو، تتفاوت بها نسبة تقدم الأشغال بحيث يكون النسبة الإجمالية 60%، وعندنا 70 وحدة سكنية الآن في طور الإنجاز نسبة الأشغال بها 70%، 50 وحدة سكنية الآن في طور الإنجاز بنسبة تقدم أشغال 40%، هذا إجمالا ببلدية مدوروش. الحصة تقدر بحوالي 1500 سكن اجتماعي، وسيتم توزيعها إن شاء الله عندما تنتهي الأشغال على مستحقيها، ويكون إن شاء الله متنفس لسكان البلدية، خاصة وأن عدد كبير تاع السكنات، يعني طالبي السكن، إن شاء الله هذا يكون فسحة أمل. المشروع السكني رعيت فيه معايير الأنماط السكنية العصرية. كما المشروع هذا تاع السكن اللي رانا فيه، كاين درك مدرسة هي قربت على نهاية الإنجاز، مدرسة ابتدائية مجمع مدرسي، وبالقرب منه عندنا أرضية لبناء ثانوية إن شاء الله مستقبلا، وعندنا مثلا من مسجد، من عندنا مكان تاع بنك، عندنا درك فتحنا هنا مقر تاع بريد، يعني مكتب بريدي، عندنا يعني حتى السكنات فيها يعني محلات تجارية. وفور تسليم هذه المساكن الجديدة خلال هذه السنة، مشاريع سكنية أخرى ستستفيد منها البلدية ذاتها. تنمويا دائما، عملية ربط القرى والمناطق الجبلية بالغاز الطبيعي بأعالي ولاية جالما ما تزال متواصلة في انتظار استكمال العملية على باقي المناطق. محمد زمولي. عملية واسعة من الربط بالغاز الطبيعي مست أغلب القرى والمشاتي المتوارية والمنتشرة هنا وهناك بأعالي ولاية جالما على غرار بلدية برج صباط، بلدية رأس الماء، وبلدية عين صندل. عملية مست 6800 نسمة. بعد ما كنا يعني نعاني وفي الشتاء خاصة بسبب البرد وذيك، يعني تنحت لنا مشكله كبيره، يعني الحمد لله يعني كي ولا عندنا الغاز هذيك اسمها صاي، حاجات يعني الاساسيات الحياه الانسان اليوميه
يعني الحمد لله يعني. قاموا بالواجب لهذم يعني الناس اللي هنا راهم في منطقه كانت معزوله، واليوم الحمد لله يعني عاد الغاز عاد الطريق. ربط القرى والمناطق النائيه من ماده الغاز الطبيعي يتطلب مجهودات كبيره، ولم تثني العقبات الطبوغرافيه والجغرافيه من عزم السلطات المحليه عن ايصال الماده الحيويه لابعد نقاط الولايه. تم توصيل 1000 توصيل بلديه برج صباط و250 براس الماء و70 بمشتت لمحه ببلديه عين صندل. هذه العمليه تعتبر ثانيه من نوعها، اين تم الاسبوع الفارط وضحيز الخدمه للغاز الطبيعي ل 2000 مسكن ببلديه نشمايا. وستشهد ولايه قالما عمليات مماثله الايام المقبله لتحسين الاطار المعيشي للمواطن. أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي اليوم على افتتاح فعاليات دورة تكوينية لفائدة الأئمة المنتدبين للصلاة بمسجد باريس، حيث أسدى الوزير توجيهات وإرشادات ل49 إمام قصد القيام بمهامهم وتمثيل الوطن أحسن تمثيل. اليوم ينبغي أن يكون الإمام دقيقا حذرا ولا يخوض إلا فيما يعلم ولا يخوض إلا فيما يعلم، وليأخذ استشارته وليرجع إلى إدارته الوصية في فرنسا. سيعرفونكم بما لكم وما عليكم، وستجدون كذلك من إخوانكم هنا من بعض الخبراء المؤطرين من الخارجية تستفيدون منهم أيضا، يعطونكم بعض التوجيهات في هذا الملتقى. دوليا، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلام اليوم أن مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده مطلع الأسبوع القادم سيجرى في موعده المحدد في وقت دعا فيه مجلس الأمن الدولي المسلحين إلى وقف هجومهم على العاصمة، محذرا من أن هذا الهجوم يعرض الاستقرار في ليبيا للخطر. هذا وحث وزراء خارجية مجموعة السبعة جميع الأطراف المعنية على وقف المواجهات حتى تتاح الفرصة للعملية السياسية بقيادة هيئة الأمم المتحدة من تحقيق أهدافها. طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الاتحاد الأوروبي تأجيلا آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت حتى 30 من يونيو المقبل، وقالت ماي أن الحكومة البريطانية ترغب في الموافقة على جدول زمني للتصديق، وأعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لإجراء محادثات جديدة مع المعارضة بشأن البريكسيت، وعن استعدادها لإجراء تغييرات في الإعلان السياسي من أجل تقديم اتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف. ونختم بأخبار الرياضة والحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. يستقبل اليوم شباب قسنطينة نادي الترجي الرياضي التونسي على الساعة 8:00 مساء المباراة، تتابعونها على المباشر على القناة الأرضية. فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة الإفريقية. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.